فكره قانون موحد في مصر، ما فيش قانون موحد. طبعا الشريعه ليها، الاخوه المسلمين ليهم الشريعه، ومن فتره كبيره جدا حتى من الاربعينات ومن قبل كده، في كل كنيسه ليها لائحه خاصه بها. يمكن كان المسؤولين عايزين يعملوا حاجه موحده، لكن في حاجات كمان مختلفه. يعني مثلا لو اتكلمنا عن الطلاق، احنا ككنيسه كاثوليكيه ما عندناش الطلاق. اوكي، نناقش بقى، طب ولما يكون في مشاكل، يعني دي حاجات تانية خالص، لكن المبدا في القانون هو. بعدين احنا بالنسبه لنا عندنا قانون كنسي شرقي خاص بالشرقيين، الكنائس الكاثوليكيه الشرقيه، مش بس هنا في مصر ولا في لبنان ولا في سوريا، لكن حتى في الدول الاوروبيه الشرقيه مشتركين معانا في القانون ده. يعني عندك اكتر من 20 كنيسه مشتركين في هذا القانون، وعشان كده احنا قدمنا هذا القانون. عشان ما نقدمش القانون كله، احنا قلنا نشترك فيما هو عام، ولكن بنحط فيما هو خاص باب، كل كنيسه تحط الباب بتاعها، والقاضي لما يقول يعني يرجع للباب الخاص، يعني بالكنيسه. فهي محتاجه، لكن عمليه فرض انه احنا نعمل قانون يساوي كل الجميع، لا طبعا، ده في اجحاف بكل الاطراف. فعشان كده يمكن الموضوع فيه صعوبه شويه، انه يمكن المسؤولين عايزين حاجة موحدة، الكنائس بتقرب الموضوع انه نعمل كل ما هو مشترك مع بعض، وكل ما هو نحط الأبواب يرجعوا لها. وانا اظن ده يمكن افضل الحلول، لانه غير كده مش هنوصل لحل خالص يعني.